أسبوع واحد فقط، وذلك حتى لا يتعرض هذا الحلف إلى ضغط سياسي قبل الأمة والاتحاد الأفريقي أو غيره من المنظمات العالمية، لما شعرها بأن الأصوات يعني ظلت ساكتة وضمير العالم لم يتحرك، والعرب لم يتحركوا تجاه هذه الجرائم، استأنف قصفه لهذه المدن الصامدة، وهو ما زال يقتل الناس في سرت. بين أمس واليوم فقط قتل أكثر من 151 مواطنا بين بيوتهم وهم آمنون. هؤلاء ليسوا حتى ناس في الشارع أو في بوابات أو مواقع دفاعية أو هجومية، هؤلاء ناس قتلوا وذوكل غوم وداخل بيوتهم ومنازلهم، أغلبهم استشهدوا وهم نائمون. فبالتالي هذا أكبر دليل لكل من عمت بصيرته ولكل من قضى قلبه وفقد إحساسه بالحقيقة، هذا أكبر دليل أن حلف الناتو أبدا لم يدخل ليبيا من أجل حمايه، لم يدخل ليبيا من أجل الوقوف مع حركة من أجل التغيير السياسي، لم يدخل في ليبيا من أجل تقديم مشروع ديمقراطي أو ما إليه، بل دخل من أجل أن يتحكم في ليبيا وأن يسيطر على ليبيا وأن يعني يجير ليبيا لصالح مشروعه الاستعماري. وأن الليبيين الذين استنجدوا بهذا هم حوام وهم عملاء وهم أناس فقدوا كل علاقة لهم بليبيا، انفصلوا عن هذا الوطن وعن هذا البلد، وكان ضمن المؤامرة التي كذبت والتي روجت الشائعات عن جرائم مزعومة كتبناها نحن والدولة الليبية ضد شعبنا، بينما شعبنا خرج في مسيرات مليونية في الشوارع وفي الأحياء وعبر صمت طوال أشهر كثيرة وكثيرة وكثيرة ضد أكبر قوى الشر في العالم. وهذا أكبر دليل على أن المؤامرة الآن مفضوحة، ويجب على كل عاقل أن يقف تجاه موقف الفاهم الواعي ومش موقف الجاهل. أما في سبها فمثلها مثل بقية الجبهات، هناك هجمة منسقة بين حلف الناتو وبين عصابات الناتو لاحتلال هذه المدينة الطاهرة، وهم كعادتهم ينتظرون حتى يقصف الحلف يقتل ويدمر ويثير الفزع ويتقدم إلى الأمام تحت غطاء الحلم. أناس لا وطن لهم ولا شجاعة لهم ولا أخلاق لهم، وهم في الحقيقة هذا دليل آخر من الأدلة التي نقدمها على أنهم لا يمثلون أي ثورة شعبية في ليبيا. لأنهم لو كانوا يمثلون أي عمق شعبي لتمكنوا عن طريق هذا العمق من التقدم للأمام وتحرير حسب ما يزعمون المدن الليبية. طيب دكتور موسى، هم يأتون في 40 أو دكتور، هم يتقدمون نحو سبها لكن هم ما سيطروا على المدينة سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي. لا، لم يسيطروا، هم لم يسيطروا أبدا على المدينة. أنا أشرح طريقتهم في العمل، هم يتقدمون تحت قصف الناتو، يدخلون إلى جزء من المدينة أو طرف من أطراف المدينة مثل العصابات ومثل اللصوص، ثم يتم طردهم من هذا الجزء أو ذلك الجزء. وقد يدخلون حتى إلى مطار ثم يتم طردهم. المقاومة الباسلة في سبها من قبائل سبها الشريفة ومن قبائل فزان، فزان هي المنطقة الجغرافية التي تضم أغلب جنوب ليبيا، وسبها هي يعني المدينة الكبرى في هذا الإقليم الليبي، والمقاومة ضد هذه العصابات قوية وناجحة ومنتصرة. طبعا قصف الناتو هو الذي يوفر لهذه العصابات أي فرصة في البقاء في فزان أو في التقدم من أمام، ولكن سبها ما زالت صامدة. نفس الأخبار على فكرة وأفضل حتى في بني وليد، حيث تم يعني هزيمة العصابات للمرة 20 في بني وليد ولم يستطيعوا التقدم نحو المدينة، وتم تطهير داخل المدينة من بعض الخونة والجواسيس والعملاء، وتم القبض على الكثيرين منهم. وفي سرت أيضا ما زالت قواتنا الباسلة تتولى مهمة الدفاع عن هذه المدينة، بينما سرت، وهذا طبعا يا أخي مظهر موضوع أرجو أن تركزوا عليه،
لأنه خطير جدا جدا جدا. مدينة سرك تتعرض لعملية إبادة يعني غير مسبوقة. وأنا شخصيا أحمل جميع السياسيين والإعلاميين والمثقفين وأصحاب الضمير الحر في ليبيا والوطن العربي والعالم مسؤولية مدينة سرك. مدينة سرك الآن يتم دكها من البحر، ويتم دكها من الجو، ويتم دكها من قبل عصابات الناتو. وقصفهم هو قصف عشوائي، هدفه الأول ليس يعني مواجهة أي آلة عسكرية ليبية، بل إثارة الرعب والفزع في قلوب أهالي مدينة سرك حتى يستسلموا. أما عصابات الناتو بالذات فهدفها يعني هي تنطلق من منطلقات حقد جهوي وحقد قبلي وحقد مناطق، وتغذيها صراعات قبلية. وللأسف أن العالم يتفرج على هذه الحرب الآن الشديدة، بل هي ليست حتى حرب يعني، واعتداء سافر يقتل فيه الأطفال والنساء. مستشفى المدينة توقف عن العمل تماما بعد انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الأدوية. المدارس دمرت، الملاجئ الخاصة بالمدنيين دمرت، وسكان سرك مقطوعون تماما عن العالم، لا اتصالات ولا يعني صحافة عالمية ولا تمثيل أجنبي. لما هم كانوا يتهموا فينا بأننا نقتل وأننا ندمر وأننا نذبح، طبعا كلها تهم باطلة لم يستطيعوا إثبات تهمة واحدة منها رغم مرور هذه الشهور الطويلة. لكن عندما اتهمونا بهذه التهم وجدنا منظماتهم تأتي إلى المدن المقتصبة مثل مصراتة والزاوية وغيرها وبنغازي، منظماتهم، صحفهم، قنواتهم، سياسيوهم، ممثلوهم الدبلوماسيون، وكانوا يصرخون بأعلى صوت وقلبوا العالم علينا. الآن سرت تدك وتدمر، لا أحد يهتز له جفن، لا أحد يتكلم، لا أحد يبكي على سرت، ولا أحد يبكي على بني وليد ولا على سبها. هذا الظلم الفادح، هذا الظلم الصارخ هو أكبر دليل على موت العدالة وعلى موت الأخلاق وعلى موت الحضارة، وأكبر دليل على المؤامرة وعلى أنها كلها كذب في كذب. ليس لها علاقة بحماية الليبيين، وليس لها علاقة بحماية المدنيين، هي لها علاقة بشيء واحد. مثلما كذبوا على العراق وقالوا أسلحة الدمار الشامل، الآن عندما تخلت ليبيا عن برنامج أسلحة الدمار الشامل طواعية، فلم يجدوا كذبة إلا أن يقولوا أننا نقتل المدنيين ونذبحهم، ولم يكلفوا أنفسهم حتى عناء إثبات هذا الكلام. لم يكلفوا أنفسهم عناء أن يرسلوا لجنة تحقيق واحدة رغم مطالبنا المتكررة. الآن نحن نقاتل من أجل الدفاع عن مشروع وطني حقيقي. وأنا أضمن المشاهدين العرب الأحرار الذين يشاهدوننا الآن في الخليج العربي وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي الأردن وسوريا والمغرب والعراق وكل الشعوب العربية الحرة، أننا مستمرون في النضال والكفاح من هذه الجبهات، وأننا نحقق بالفعل انتصارات نوعية كل يوم رغم صعوبة الظروف ورغم اشتداد الهجمة الشرسة ضدنا. ونحن لا نفكر في بني وليد وسرت وسبها فقط، نحن نفكر في طرابلس وفي بنغازي وفي المرج وفي البيضة وفي درنا، ونفكر في الزاوية وصدراتة وصرمان حتى نستعيد لليبيا بإذن الله وجهها العربي الأصيل، وجهها الوطني، ونفوت على المستعمر أي فرصة لإقامة أي مشروع استعماري على أرض ليبيا الطاهرة إن شاء الله. نعم أخي نزهر. دكتور موسى، للأسف اليوم سمعنا أنه مجموعة من عملاء نياتو دخلوا إلى هراوة وقاموا باغتصاب حرائر ليبيا أمام أنظار عوائلهم. تعليقك على هذه الحادثة دكتور، وكيف سيتم التعامل مع هؤلاء العصابات؟ يا سيدي أنا سأتكلم معك بشفافية. هناك بعض الأشخاص أحيانا في قبيلة معينة أو بلدة يعني يتهاجلون ويضعفون أمام الهجمة الشرسة لقوات الناتو وعصاباتها على الأرض، فيعني يقنعون أحيانا أهلهم أو قبيلتهم بأنهم لو سلموا لعصابات الناتو فإنهم سيسلمون وستكون أمورهم جيدة
ولن يأتيهم أي ضرر. وقد ثبت بطلان هذه النظرية. مجموعة من العائلات ومجموعة من القبائل يعني عملت ما يشبه الصبح مع عصابات الناتو هنا وهناك، وكلها تأذت أذى شديد جدا جدا من عصابات الناتو، منها ما حدث في بعض مناطق الزاوية وصبراكة وبعض مناطق صرمان والخمس وفي غريان مثلا، ولاحظنا هذا في بلدة حراوة أيضا. دخلوها هؤلاء العصابات وبدل أن يعطوا أهلها السلام ويعطوهم الأمن تركوهم ليومين أو ثلاثة أيام، ثم هجموا عليهم بشكل غير مسبوق فقتلوا من قتلوا وخطفوا النساء واغتصبوا النساء واعتدوا على الحرمات وحرقوا بيوت بكاملها ومزارع وسرقوا السيارات وسرقوا الشركات والمؤسسات العامة والمصارف وغيرها من الأعمال الإرهابية المجنونة. وأهل هراوة يسمعون الآن ويعرفون أنهم يعني من الواجب عليهم، الواجب الوطني والواجب الإسلامي الديني والواجب واجب الشرف وواجب الكرامة أن ينتفضوا ضد هذه العصابات مثل ما فعل بعض شبابهم الطاهر. أنا أحييهم من هذا المنبر، أحيي الشباب الطاهر العزيز الحر الشريف في هراوة الذي انتفض ضد هذه العصابات، وأدعو كل يعني أهل هراوة الكرام من قبائل أولاد السليمان المجيدة وغيرها أن ينتفضوا ضد هذه العصابات وأن لا يخذلوا أهلهم في سرت وأهلهم في بني وليد وأهلهم في سبها، لأن في النهاية يا أخي هي شنو الحياة؟ يعني هي الحياة موقف عز، موقف كرامة، والأعمار لا تقاس بالسنوات إنما تقاس بالأمجاد. نحن نقول العار أطول من العمر، العار أطول من العمر. فحري بقبائل هراوة المجيدة الحرة الشريفة أن تنتفض وأن تزيل العار عن هراوة وأن تنضم إلى جبهات المقاومة مثل جبهة سرت وجبهة بني وليد وجبهة سبها. كذلك الأمر حدث على فكرة نفس الكارثة هذه حدثت في مدينة زي غريان يعني وفي بعض مناطق قرهونة وغيرها. فأنا أحيي كل القبائل الشريفة التي تقاتل وأدعو القبائل الأخرى إلى أن تنضم إليها. وهنا نتساءل يا أخي الكريم، نعم، يعني الليبيون الذين خرجوا بالملايين وشاهدتهم وكالات الأنباء العالمية وصورتهم القنوات الفضائية العالمية، الصور التي خرجت إلى العالم لم تكن فقط صور التلفزيون الليبي، بل كانت صور CNN والبي بي سي والرويترز والأي بي وسكاي نيوز وكل الصحف العالمية، وصورت الملايين في طرابلس فقط. قدرت المصادر الروسية أن الذين خرجوا كانوا 1.7 مليون مواطن ليبي في المظاهرة المليونية في طرابلس، كذلك في الزاوية وفي بقية المناطق. فأين هؤلاء الأحرار الشرفاء؟ أين الليبيات الحرائر الآن الموجودين؟ يجب عليهم أن ينضموا للمقاومة، يجب عليهم أن يتعاونوا مع قوات المجاهدين، يجب عليهم أن ينزعوا الشرعية عن هذه العصابات، يجب عليهم أن يقدموا كل ما يمكن أن يقدموا إلى المجهود الجهادي ضد الناتو، لأن كل ليبي وكل ليبية كل أسرة هي جزء من هذا الوطن ومسؤولة مسؤولية كاملة عن الدفاع عن أرضنا وشرفنا وكرامتنا. وأنا أقول للليبيين لا يصح وليس حريا بكم أن تخرجوا فقط في المسيرات المليونية وأن تعبروا عن مشاعركم الوطنية الصادقة في المظاهرات والمسيرات والاحتفالات. يجب أن تتحول مقاومتنا لهذه العصابات إلى حركة شعبية على مستوى الأحياء والشوارع والبيوت والقبائل والعائلات، حتى نقضي على هذا المشروع الاستعماري ولو بعد سنة ولو بعد سنتين، لأن أعمار الشعوب لا تقاس بهذه الفترات البسيطة. فأنا أحيي كل الليبيين الأحرار والحرائر وأطالبهم أن يكونوا جزءا من الحركة الجهادية في ليبيا حتى لا يأتي وقت بعد 20 أو 40 سنة يحسون بالعار ويحسون بالندم أنهم لم يكونوا جزءا من الجهاد وأنهم كانوا متخاذلين لا سمح الله. نعم أخي نزار.